يوم الاقتراع نفسه احنا حطينا اشتراطات انه اللي يدش من باب المدرسة المفروض ان نكون متأكدين انه مغطي الفم والانف بالكامل بالكمام، يطهر ايده، واذا توفر الكلافزات ان شاء الله القفازات راح يلبسها. نعم. وينتظر في منطقة انتظار بسيطة اذا كان في زحمة امام اللجان، منطقة انتظار فيها كراسي يقعدون يرتاحون الناس إلى أن يتم استدعائهم إلى لجنتهم اللي المفروض أن يقدمون فيها ورقة الانتخاب. نعم. راح يدشون عند القاضي أيضا قبل ما يدشون يكونون في تباعد، في مثل ما ذكروا الأخوة قبل قليل أنه راح يكون في مثل عازل أكلينيك شفاف بين القاضي والناخب. الناخب لما يبي يعرف عن نفسه راح ينزل الكمام اللي لحظات فقط، وبعدين يرجع يرتدي بالطريقة اللي حطيناها بالفيديو التوعوي. بعد ذلك راح يروح إلى المنصة يختار الناخب المرشح اللي يبي، بعدين ياخذ مرة ثانية ورقة الترشيح ويحطها في الصندوق، وبعدين يطلع من مسار آخر بعيد، آخر غير اللي دخل من. نعم. على أساس ما يكون في تزاحم، وإن شاء الله بالتعاون مع وزارة الداخلية ما راح يكون في أي تزاحم داخل هذه المقاعد بإذن الله.